مشاهدينا السلام الله عليكم، نشرة الثامنة مساء من قناة ليبيا. إلى العناوين: ملتقى الحوار السياسي يدعو إلى عدم الاكتراث لمحاولة تأجيل الانتخابات، وكوبيت يؤكد ضرورة إجرائها في موعدها. كوبيت يشيد بتوحد الموقف الأوروبي تجاه ليبيا ويلتقي المشير حفتر في الرجمة. تمديد صلاحية عملية إيريني في المتوسط وبنود جديدة للتعامل مع المواد المصادرة. أما إصابة كورونا في تزايد ومناقشات لعودة الدراسة وسط إجراءات احترازية. أما في أخبارنا الاقتصادية فتتابعون: البريغا تؤكد مواصلتها تزويد المحطات بالوقود، وشركة سيرت تبدأ تنقيباتها في موقع جديد. واجتماعات لبحث أوضاع المنافذ ودعم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية. شدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعين إلى عدم الاكتراث لمحاولة تأجيلها. جاء ذلك خلال اجتماع المبعوث الأممي يان كوبيتش بأعضاء ملتقى الحوار السياسي، حيث أكد الأعضاء بحسب مصادر لقناتنا على أن الانتخابات يجب منع إخضاعها لشروط المستفيدين من عدم الوصول إليها. من جانبه شدد المبعوث الأممي يان كوبيتش خلال كلمته في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، شدد على ضرورة إجراء الانتخابات، داعيا مجلس النواب إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسن تشريعات مناسبة لإجرائها. ملخص تصريحات كوبيتش نتابعها في هذا التقرير. انتخابات 24 من ديسمبر نقلة نوعية في تاريخ ليبيا، ما زالت تعمل جميع الأطراف محليا ودوليا لإنجازها على أفضل وجه، لا سيما الأمم المتحدة التي تدفع في اتجاه إنجازها بأسرع وقت ممكن، حيث شدد المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال الرقمي على ضرورة إجراء الانتخابات وضرورة عمل مجلس النواب لسن التشريعات لذلك. كوبيتش في هذا الصدد قال إن مجلس النواب أعرب عن جاهزيته لضمان الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات في ديسمبر، مشيرا إلى دعوة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى تقديم إحاطة خلال الاجتماع القادم لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين. كوبيتش وفي كلمته الافتتاحية أشار إلى حاجة مفوضية الانتخابات إلى قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني بحلول الأول من يوليو لتتمكن من ضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن عمل اللجنة القانونية للوصول إلى مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية سيكون حاسما لإيجاد حل للأزمة الليبية، ومشددا على ضرورة قطع الطريق على الذين يخلقون المشاكل والمعوقات التي تعرقل العملية الانتخابية. المبعوث الأممي أشاد بدعم عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتمويلها الإضافي لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من خلال برنامج الدعم الانتخابي الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا وطلب نشطاء سياسيون بالاستفادة من خبرات لجنة فبراير التي استطاعت أن تنجز عملها خلال 12 شهرا والوصول لإنجاز الانتخابات بعد 3 أشهر من تشكيلها. النشطاء انتقدوا اللجنة القانونية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي منذ أكثر من 3 أشهر ولم تتوصل حتى الآن لأي صيغة قانونية. انتقادات طالت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والتي أتمت من عمرها 90 يوما دون ما نتائج واضحة. هذه الانتقادات وضعت اللجنة في مقارنة مباشرة مع نظيرتها المعروفة بلجنة فبراير
والتي تشكلت في عام 2014 بعد حراك شعبي واسع. لجنة فبراير باشرت عملها بعد 3 أيام من تشكيلها في 15 من فبراير 2014، وتمكنت خلال 12 يوماً من إعداد مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، والذي عرض فيما بعد على المؤتمر الوطني العام، حيث تم اعتماده وتضمينه في الإعلان الدستوري من خلال التعديل السابع، ليتم العمل به على الفور والانتقال إلى انتخابات تشريعية حينها في أقل من 3 أشهر. في حين أن اللجنة القانونية التي تشكلت من ملتقى الحوار السياسي في 18 من ديسمبر الماضي وباشرت عملها بعد 4 أيام من تشكيلها، أتمت 96 يوم عمل ولم تخرج سوى بلوم ألقته على البعثة الأممية وتصريحات إعلامية لا تحمل أي حلول للوضع الراهن، بل تسببت في تعقيده وعرقلته أكثر فأكثر. وللمزيد للحديث حول هذا الأمر ينضم معنا السيد أحمد بوعرجوب، عضو مؤسس بحراك 24 ديسمبر. بعد الترحيب بك سيد بوعرجوب، الآن المبعوث الأممي وقد التقى بمجموعة 75 وللحديث عن القاعدة الدستورية تمهيدا للانتخابات القادمة. قبل الخوض فيما يتعلق بلجنة فبراير، كيف تابعتم هذا اللقاء مع بالمبعوث الأممي مع هذه اللجنة وكل تلك التفاصيل؟ مساء الخير استاذه فاتن، تحيه ليك وللساده المشاهدين الكرام. التصحيح فقط، لجنه فبراير انهت عملها خلال 12 يوما وليس 12 شهرا كما ذكرت حضرتك. الاحاطه التي قدمها المبعوث الخاص سيد يانكوفيتش تصب في ما ندعو اليه، هي الاعتماد على مخرجات لجنه فبراير 2014 مع اجراء بعض التعديلات عليها ومراعاه من يقوم بهذه التعديلات. نعم، يجب أن يقوم بهذه التعديلات مختصين، ورما لا لجنة فبراير نفسها، أعضاء اللجنة موجودين إلى الآن أحياء يرزقون، نسأل الله لهم السلامة وطول العمر. لا أن تعطى أشخاص يعني مثل ليس لهم علاقة بالقانون الدستوري أو ليس لهم علاقة بالقانون أصلا، خصوصا وأن اللجنة القانونية المتكلة من مشكلة في لجنة الحوار السياسي، بعض أعضائها تجار لا يفهمون في القانون شيء. عموما التصريحات التي صدرت عن المبعوث الخاص مطمئنة جدا، وخاصة عندما قال أن هناك اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على الاستفتاء، وفي حال تعدل الاستفتاء فإن ذاهبون لاعتماد مقررات لجنة فبراير كقاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. نعم. طيب سيد أحمد، الآن القاعدة الدستورية يجب أن تصدر وفق ما نفهم قبل يوم 1/7، وحتى رئيس المفوضية عماد السايح يتحدث بأنه إذا لم تصدر في هذا الموعد فلن نتمكن من أن يكون هناك انتخابات مع الموعد الذي جميعنا الآن يتفق عليه. في المقابل كل هذه الخطوات، هل تعتقدون بأنه يمكن فعلا إصدار هذه القاعدة في هذا التوقيت في شهر 7 أو حتى قبل شهر 7، أم أن المعطيات لا تشير إلى ذلك؟ سيدتي، هناك المستفيدين من البقاء في المشي ومن حققوا مكاسب من خلال عملية الديمقراطية التوافقية التي اقتدنا إليها منذ اتفاق الصيرات إلى الآن. هؤلاء لا يرغبون في مغادرة مشهد وهم يماطلون في وضع القاعدة الدستورية. أما ملتقى الحوار السياسي واللجنة القانونية، من خلال متابعتنا لهم عن كتب، واضح أنهم عاجزين عن تقديم مقترح للقاعدة الدستورية. هم ينتقدون مجلس النواب، ينتقدون مجلس الدولة، وهم مسؤولين عن تقديم تقرير متابعة في عن أعمال اللجنة التشريعية في مجلس النواب ومجلس الدولة. إلى الآن هذا التقرير لم يصدر، ثم أنهم لم يضعوا قاعدة دستورية أو مقترح لقاعدة دستورية يقدم ملتقى الحوار السياسي ثم يعتمد من ملتقى الحوار السياسي ويحال إلى مجلس النواب لكي يعتمد وبعد ذلك يحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لكي تمارس أعمالها وفق التشريعات النافذة. نحن في الحراك كنا قد أصدرنا بيان رقم 2، دعونا فيه إلى مجلس النواب إلى تشكيل لجنة مستقلة على غرار لجنة فبراير لوضع القاعدة الدستورية
وضمان الوصول للانتخابات، خصوصا وان اللجنه المستقله لن تكون ذات مصلحه من تمديد لمجلس النواب ومجلس الدوله، وعندما تكون لجنه من الفنيين المختصين وغير مؤدلجين سوف ينجزون في اعمالهم في اقصى قدر ممكن. هل عذرا لمقاطعتك، ولكن هل لاقى بيانكم اي صدى لدى مجلس النواب والدوله احمد؟ مجلس النواب تواصلنا معهم وفي اللجنة التشريعية، واكتشفنا وهذه قلتها عبر القناة الموقرة وأعيد وأكرر، مجلس النواب من خلال اللجنة التشريعية غير قادر وغير مؤهل على إنجاز القاعدة الدستورية. عندما التمسنا هذه النقطة، وعندما استشعرنا الخوف على القاعدة الدستورية في حال اعتمدنا على مجلس النواب، ذهبنا إلى بعثة الأمم المتحدة وتواصلنا معهم واتفقنا على عقد اجتماع الأسبوع القادم سوف نناقش معه مع المندوب من بعثة الأمم المتحدة على مقترحنا للخروج من الانسداد الذي يواجه القاعدة الدستورية، وهم مرحبين جدا ومنفتحين على الاجتماع معنا، وسوف نعرض هذه المقترح انشاء قاعده انشاء لجنه مستقله لوضع القاعده الدستوريه على غرار لجنه 5+5 وعلى غرار اللجنه الاقتصاديه وعلى غرار ايضا ملتقى الحوار السياسي. كلنا يعلم ان هذه اللجان هي منفتحه، ولكن هل تعتقدون بان البعثه الامميه مطالبكم او اقتراحاتكم يعني ستجد صدى لديهم او محرك فعلي للتحرك السريع في مقابل ما تحدثت عنه من تراجع المجلسين نواب الدولة أو المستفيدين الموجودين في المشهد والذين دوما هم يقومون بهذا العمل حتى يطال أمد وعمر الأزمة؟ نعم سيدتي، نحن نعول على النخب الوطنية القانونية المختصة الذين نحن على ثقة إن أوكل لهم هذا الأمر سوف ينجز في وقت سريع جدا، وهذا ليس والذي ليس توقعات وان بناء على 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 ما سبق من انجازاتهم. عموما نحن الان نسير في الاتجاه السلمي، نسير في اتجاه التفاوض، وننظر ونقيم نتائج الاجتماعات في حال ان ما زال هذا الامر تحت هذا الانسداد، وان البعثة لم تحرك ساكنة ومجلس النواب ومجلس الدولة لم يحركوا ساكنة، فحينها سوف نصعد وسوف ندعو الى مظاهرات سلمية في كافة مدن ليبيا، ومن ثم الى عصيان مدني لتشكيل لجنة قانونية مختصة لوضع القاعدة الدستورية. الفشل الان في اخراج مسودة لقاعدة دستورية يدل على سوء من مجلس النواب ومجلس الدولة وفشل ملتقى الحوار السياسي في وضع هذه الوثيقة. طيب أحمد، أنا أعتذر لمقاطعاتك. نعم بسرعة لأن هذا وضع يعني وقت نشرة، تفضل. نعم، ومن ثم أصبح من الضروري ومن الملح أن يوكل الأمر إلى أهله ذوي الاختصاص أصحاب الخبرة في المجال القانوني لوضع القاعدة الدستورية. نعم. طيب أنتم الآن تتحدث عن خطوات وصولا إلى المظاهرات السلمية والعصيان المدني وكل تلك التفاصيل التي تحدث عنها، ولكن دعني أسألك بشكل مباشر أحمد، هل تعولون على خروج الشارع؟ هل تعولون بأن ممارسة الضغط قد يخرج الشارع للضغط فيما يتعلق بهذه الجزئية، أم أن الشارع قد، لا أريد أن أقول بأنه سلبي لأن الناس سائمة مؤكد، ولكن إلى أي مدى تعولون بهذا الاتجاه الذي تحدثت عنه في خطوات يعني هي ليست موجودة الآن وإنما في حال تعثر هذه الخطوات المبدئية؟ نعم سيدتي، نحن هنا نؤكد هذه المظاهرات سوف تهدف المجلس الدولة أو ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب، لا تستهدف السلطة التنفيذية. نحن ندعم السلطة التنفيذية ونشد على إيكاف إنجاز الاستحقاقات المناطة بها على رأسها استعادة السيادة الوطنية وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من في هذا المطلب رقم واحد، والمطلب رقم اثنين هو الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر في جو آمن ودون أي تسجيل.
المظاهرات وخروج الشارع الى وخروج الناس الى الشوارع، هذا سوف يكون امر حتمي، لان الناس كرهت من يجدون في مجلس الدوله. نتكلم عن جسم موجود من اكثر نعم من 9 سنوات، ونتحدث عن مجلس النواب منذ اكثر من 7 سنوات، الجميع سئم من هذه الوجود الوجوه، والجميع يرغب في تجديد الشرعيه السياسيه في ليبيا. وهناك اؤكد لكم ان الرغبه حقيقيه لدى الشعب الليبي في انجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر. فعندما ندعو الى الانتخابات، عندما ندعو الى وقفات للمطالبه والضغط على الجهات ذات الاختصاص في تشكيل لجنه نعم. قانونيه لانجاز القاعده الدستوريه، سوف نلاقي استجابه كبيره. كم لاحظنا خروج الشارع في 24 مارس الماضي قبل 3 ايام، وكانت وقفات في سبها وفي بنغازي وفي غيرها من المدن. نعم اشكرك. كذلك سوف نعم تفضل باختصار سيد احمد. نعم اذا تفضل. تابع احمد بسرعه بس. نعم، فبالتالي التعويل على الشارع لن يكون سلبي، وسوف يؤتي اكله، هذا ما نتوقعه وهذا ما نعول عليه. نعم اشكرك سيد احمد. طبعا سوف نتابع معكم لربما اللقاء الذي سيجمعكم به المبعوث الاممي الاسبوع القادم وما سيتمخض عليه من هذه الحوارات. شكرا لك احمد بوعرقوب، عضو مؤسس حراك 24 ديسمبر، كنت معنا. من جانبه شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش على أهمية دعم القيادة الجديدة في ليبيا للقيام بواجباتها والترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر. كوفيتش وخلال زيارة ميدانية أجراها رفقة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، اعتبر أن الموقف الأوروبي الموحد إشارة قوية لدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والوحدة والسلام. وفي سياق ذلك استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش. وبحسب بيان مكتب الإعلام بالقوات المسلحة، فإن الاجتماع جرى في مكتب حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة. يأتي ذلك في وقت قرر فيه الاتحاد الأوروبي أمس تمديد فترة صلاحية عملية إيريني في البحر المتوسط حتى 31 من مارس 2023. وذكر بيان صادر على المجلس الأوروبي أن قرار التمديد جاء بعد التقييم الاستراتيجي للعملية الرامية إلى مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد المصادرة من قبل العملية تم تعريفها بدقة أكبر خلال القرار الحالي. وفي أول تعاملاتها مع القضايا الدولية، عبرت حكومة الوحدة الوطنية عن دعمها الكامل وتعازيها للشعب المصري في ضحايا حادث قطار سوهاج الذي أسقط عشرات القتلى والجرحى. الحكومة على لسان رئيسها ووزيرة خارجيتها قالت إن مصاب الشعبين الليبي والمصري واحد. تفاصيل أوفى. في أولى خطواتها للتعامل مع الأحداث العالمية والتي تعكس الدبلوماسية الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية في التعامل مع القضايا الإقليمية، عز رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الشعب المصري في ضحايا حادث قطار سوهاج الذي توفي فيه 32 شخصا. دبيبة في تغريدة له على تويتر قال إن ليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب باعتبار العلاقات الوثيقة التي تجمع الشعبين، مؤكدا أن مصاب الأشقاء واحد. الحكومة على لسان خارجيتها كذلك واست مصر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث التصادم، معبرة عن كامل التضامن مع مصر في هذا المصاب الجلل الذي أدى إلى إصابة 165 شخصا إلى جانب المتوفين. موقف يعبر عن انخراط الحكومة الجديدة في قضايا إقليمية ويعزز تقاربها مع الدول المختلفة بدلا من الاستقطاب واستغلال المواقف لكسب دعم دولة دون أخرى في مسعى من حكومة الوحدة إلى توحيد صف المجتمع الدولي تجاه ليبيا كما يبدو.
أما مجتمعيا فاختتم مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي أمس النسخة الثالثة هذا من برنامج سفيرات التوعية الانتخابية الذي تنفذه وحدة دعم المرأة بإدارة التوعية والتواصل بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. وفق المكتب فقد تم تدريب 22 امرأة كسفيرات للتوعية الانتخابية من أغلب المناطق وذلك في إطار ما تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من دعم وتمكين للمرأة. في مستجدات كورونا أعلنت بلدية سرت الجيلة 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 57 عينة خضعت للتحليل في معامل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وبحسب الصفحة الرسمية لبلدية سرت على فيسبوك فقد سجلت المدينة أمس وفاة واحدة متأثرة بإصابتها بالفيروس. أما في بني وليد فقد أعلنت إدارة الخدمات الصحية فيها تسجيل 181 إصابة بفيروس كورونا خلال 6 أيام. أوضحت إدارة الخدمات أنها حولت 3 حالات إلى مراكز العزل خارج المدينة وتابعت 23 حالة تلقت العلاج في منازلها. وأشارت الإدارة إلى أن حالات الشفاء من الفيروس وصلت إلى 70 من إجمالي الحالات النشطة. من جانبه أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة في غدامس أمس تسجيل 12 حالة موجبة و3 حالات شفاء. أوضح الفريق أن إجمالي الحالات الموجبة في المدينة بلغ 365 منها 47 حالة نشطة و300 حالة شفاء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8 حالات حتى تاريخ أمس الجمعة. في جنوب البلاد استلمت مخازن الإمداد الطبي بالجفرة شحنات من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المخصصة لمركز العزل السريري بودان وقسم الفلترة بمستشفى العافية في هون. هذه الشحنة تأتي للمساهمة في دعم الأقسام وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالتزامن مع وصول فريق طبي لتغطية العجز في المنطقة. وفي خطوة لعودة الحياة لطبيعتها أعلن المجلس البلدي جادو عودة الدراسة بالمؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم. وأشار المجلس البلدي عقب اجتماع ضم الجهات المعنية في المدينة إلى أن العودة ستكون بمتابعة من اللجان المشكلة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية مؤكدا أن أي مؤسسة لا تلتزم بتلك الإجراءات سيتم قفلها. في جدابية أقام المجلس التسيري صباح اليوم اجتماعا ضم وزير التعليم موسى المقريف ومراقبي التعليم وعمداء بلديات جدابية والبريقة وانتلات البيضان وزويتينا سلطان ومرادة. الاجتماع يأتي لمناقشة خطة وزارة التعليم القادمة والتي تتلخص في مواجهة وباء كورونا وآلية وضع الخطط التي تكفل سير العملية التعليمية بشكل آمن. اجتماع مع مراقبي التعليم بمدينة جدابية وضواحيها أيضا مع السادة عمداء البلديات. هذا الاجتماع تلخص حول عرض خطة الوزارة المستقبلية اللي هي كانت تتلخص حول 4 نقاط أساسية. المرحلة الأولى كانت مجابهة جائحة كورونا، هذه كخطة عرض الخطة بشكل موجز وسريع تحت هذا البند لدى العديد من النقاط. أيضا المرحلة الثانية من الخطة هي الاستحقاقات المالية للمعلمين تبدأ من الحصة وتنتهي بالقانون رقم 4 لسنة 2018. النقطة الثالثة المرحلة الثالثة من الخطة تتلخص حول المنهج الكتاب والمنهج المدرسي. النقطة الأخرى المرحلة الرابعة تتلخص حول تطوير آلية التعليم من مراكز بحوث من إعادة هيكلة من مواكبة لمعدلات النمو المجتمعي. إلى ذلك نظم مركز مصرات الطبي بالتعاون مع مركز بحوث التقنيات الحيوية ندوة علمية بعنوان النجاحات والمعوقات في تشخيص فيروس كورونا في ليبيا بمشاركة مجموعة من العاملين في مجال البحوث والتقنيات والتحاليل الطبية وجمع غفير من المهتمين والعاملين. اليوم الحمد لله نحتفل بعد مرور تقريبا عام عن ظهور هذه الجائحة. اليوم مختبر مركز الاصطلاح الطبي هو احد المختبرات الرائده في هذا المجال، وساهمنا ولله الحمد في تشخيص ونجاح
إعطاء البيانات على عديد من الحالات. اليوم نسعى إلى تطوير هذا الأمر، ولله الحمد أننا نتكلم اليوم على عدد حالات كثيرة، أعتقد 11,000 حالة تم تشخيصها، ما يربع 11,000 حالة تم تشخيصها بالمختبر. تطوير المختبر إلى الأتمتة، حاولنا أن الآن يكون نتائج أكثر يعني تكون أكثر مصداقية وأكثر محاولة أن نسيطر على النتائج حتى لا يتم التلاعب بها يعني. قامت وزارة الصحة منذ استلام مهامها برئاسة علي الزناتي بتنفيذ عدة زيارات ميدانية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين في قطاع الصحة، وذلك للوقوف على الوضع الصحي في البلاد. المزيد من تفاصيل عمل الوزارة في هذا التقرير نتابع. وضع صحي حرج ألقي على عاتق حكومة تسلمت مهامها لفترة انتقالية محددة، ووعود يقدمها أصحاب القرار بالتخفيف من حدة الوضع الذي خلف وراءه وما زال الكثير من الصعاب. ضمن المهام التي تسعى إليها وزارة الصحة للبدء في معالجة أمور تراكمت لفترة طويلة، كان على رأسها الملف الصحي للمنطقة الجنوبية التي تفتقر إلى مختلف الإمكانيات الطبية. وللوقوف على ذلك سيرت الوزارة قافلة طبية لتغطية احتياجات المنطقة بالتشارك مع كل من مكتب التعاون الدولي واللجنة الدولية للإغاثة، في خطوة من شأنها رفد المراكز بالكوادر الطبية المؤهلة، علاوة على تكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا. واستمرارا للاطلاع على الوضع الوبائي في البلاد، ناقش وزير الصحة علي الزناتي مع عميد المجلس البلدي كباو ومدير مركز العزل آخر مستجدات الحالة الوبائية في كباو، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الطبية والنواقص الفنية التي تسهم في الحد من انتشار الفيروس في المدينة. التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هو ما بحثه اجتماع الزناتي برئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه عمل الوزارة في مواجهة الوباء، إذ أكد الطرفان على أهمية النهوض ببرامج التأهيل والتدريب المستمر للطواقم الطبية. وفي قطاع الصحة لكن بعيدا عن كورونا، جاءت زيارة الزناتي إلى عيادة الصابر المجمعة، والتي أعطى فيها تعليماته بتسريع وتيرة العمل وتوفير ما يلزم لافتتاح العيادة في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى تشديده على تقديم الخدمات والرعاية للمواطن سواء كان ذلك في العيادات الخارجية أو من خلال الرعاية الصحية الأولية. وزير الصحة أصدر منذ فترة كتابا بشأن تسمية رئيس وأعضاء للجنة الاستشارية لديوان الوزارة تمثلت في رئاسة عادل الذيب وعضوية 6 أشخاص آخرين. جميع الأسماء المكلفة يقع على عاتقها اليوم تقديم الرأي والنصح للوزارة حول التعامل مع مختلف الأمور الصحية، لا سيما الظرف الوبائي الراهن، لعل هذه الآراء تكون في محلها للوصول إلى حالة صحية مستقرة في البلاد. على صعيد آخر، اختتم المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس المرحلة الأولى من الحملة الوطنية ضد الالتهاب الكبدي الجيمي في منطقة غدوة. أوضح المركز أن هذه المرحلة تم خلالها سحب العينات الأخيرة من باقي المواطنين وفصلها داخل المختبر الصحي، موجها الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذه المهمة وتسهيل سير العمل وسرعة الإنجاز والإتقان. وعلى صعيد الخدمي، عقدت لجنة المحلات اجتماعها الأول بديوان وزارة الحكم المحلي لمناقشة المذكرات المعروضة على اللجنة بشأن اعتماد مجموعة من المحلات. وقامت اللجنة بحسب صفحة المجلس البلدي سرت باعتماد المحلات للبلدية التي استوفت الإجراءات ومخاطبة البلدية التي توجد لديها بعض النواقص، مشيرة إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى أن تنهي كل المواضيع العالقة.
هذا وجهت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الدعوة إلى الشركات العامة لخدمات النظافة في المناطق بشأن حضور الملتقى الأول لهذه الشركات الذي سيعقد بمدينة طرابلس في الفترة من 29 إلى 31 من الشهر الجاري لمناقشة أوضاع الشركات العامة لخدمات النظافة والصعوبات التي تواجهها ووضع آليات مناسبة لتحسين الخدمات للمواطن. أما في شرقي البلاد فقد أطلقت جامعة بنغازي فرع لبيار مبادرة لمساعدة 20 أسرة كخطوة أولى لدعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعاقلة خلال شهر رمضان مع التقيد بالتدابير الوقائية. تفاصيل كاملة في هذا التقرير. مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ التسابق لتنظيم فعاليات خيرية تطوعية يسهم بها الشباب في تقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك خلال الشهر الفضيل كما هي العادة في كل عام. ومن هذا المنطلق أطلقت جامعة بنغازي فرع الأبيار مبادرة رمضانية لمساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة مع التقيد بالتدابير الوقائية. المبادرة انطلقت بدعوة طلابية من قسم علم الاجتماع لعقد اجتماع تأسيسي وإشهار للمبادرة تمت فيه دعوة كل طلاب الجامعة من أجل الانضمام إلى المبادرة والتشاور والاتفاق في طبيعة الأعمال التي ينوون تنظيمها خلال الشهر رمضان. العائلات التي تم ترشيحها هي العائلات اللي دخلها محدود يعني، والعائلات خاصة بالدرجة المؤجرة، وبعض العائلات النازحة، وبعض العائلات اللي دخلها محدود يعني بصفة عامة. وطبعا السلة راح تكون يعني شاملة من السلع ومن المواد الغذائية، ممكن مواد التنظيف وبعض الملابس للأطفال. بالتعاون مع تنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف قسم الزكاة في لبيار، أن إمام المسجد هو أكثر دراية بأحوال الناس اللي هم قريبين، يعطي قائمة أن راهو فيه فلان وفلان وفلان محتاج، ديروا حسابه حاولوا. المشاركون في ذلك اللقاء التأسيسي تمثلوا بأعضاء من أوقاف بلدية الأبيار والمهتمين بالعمل التطوعي إلى جانب أعضاء هيئة التدريس، حيث تم التنسيق فيما بينهم وتوزيع العمل التطوعي على أكثر من جهة تحت مظلة مؤسسية تنظيمية حتى يسهل عليهم ذلك العمل التطوعي ويأخذ طابعا نظاميا وغير عشوائي. تعرفون ان وضع المعيشي صعب ورواتب لان فتره ما فيش يعني كل شيء بالعين نشوف فيه في ليبيا كلها مش في مدينه ابيار يعني خاصه، لكن احنا درنا الندوه هذه وكلمنا الجهات الاعلاميه اللي ما قصرتش الحق باش ننطلقوا حتى من مدينه ابيار حتى المدن الاخرى. المبادره تهدف الى نشر رساله تطوعيه تتمثل في تعزيز ثقافه مساعده الاخرين في اوساط المجتمع وبث روح التعاون والإيجابية لدى الشباب المتطوع ورفع مستوى الوعي بالعمل التطوعي كمسؤولية مجتمعية. نعم، والآن نذهب إلى الأخبار الاقتصادية رفقة الزميل محمد الفتوري. مرحبا محمد، إليك. أهلا فاتن، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد، ونبدأها من التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية. وزراء حكومة الوحدة تمنا دور الوزارتين في خدمة المواطن خلال المدة الماضية. التقرير التالي والتفاصيل نتابع. مواصلة لعملية انتقال السلطة في أجواء ديمقراطية ووفقا للقانون، جرت اليوم في ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية. مراسم التسليم والاستلام تمت بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الاقتصاد السابق منير عصر، كما تسلم وزير الصناعة والمعادن أحمد علي مهام الوزارة من نظيره في الحكومة الليبية السنوسي صالح. وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة، إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات. وزيرا حكومة الوحدة الوطنية ثمنا دور هاتين الوزارتين طيلة عملهما خلال المدة الماضية وما حققتاه من إنجازات لصالح المواطن وتقديم الخدمات له.
وعقب إتمام التسليم والاستلام التقى رئيس الحكومة السابق عبد اللطيني في مكتبه بوزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية، مهنئا الوزيرين بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب وتقلدهما هذين المنصبين الحيويين، معربا عن أمله في أن يكونا دافعا لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد. مراسم التسليم والاستلام شهدت حضور عدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين. وفي سرت أحالت مراقبة الخدمات المالية بالبلدية كافة حوافظ مرتبات موظفي القطاعات والمؤسسات والأجهزة الحكومية إلى المصارف التجارية عن شهري يناير وفبراير الماضيين. وقال مراقب خدمات المالية بسرت عز الدين سويسي في تصريح صحفي إن عدد موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون مرتباتهم من المراقبة تجاوز 14,000 موظف وموظفة بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة 10 ملايين دينار لكل شهر. أما في قطاع النفط فأكد مدير المكتب الإعلامي بشركة البريغا للتسويق النفط أحمد المسلاتي أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي في حين تواصل الشركة تزويدها بالوقود. المسلاتي وفي تصريحات صحفية أوضح أن إجمالي التزويدات خلال الأيام الماضية من مبيعات ميناء طرابلس بلغت 8 ملايين لتر، مضيفا أن رئيس لجنة الإدارة بالشركة أعطى توجيهاته باستمرار العمل على مدار الساعة من ميناء طرابلس البحري. هذا ومن المنتظر أن تتوجه حافرات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى حوض مرزق لبدء عمليات الحفر والتنقيب بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط الذي منح الشركة حق التنقيب في المنطقة. وزار فريق من إدارة الحفر والهندسة النفطية في شركة سرت الموقع لمعاينته والتنسيق مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لاستغلال معدات الربط المبكر والمعدات السطحية المجاورة. هذا ومن المتوقع دخول الحقل إلى الإنتاج في مدة لا تتجاوز 18 شهرا من بدء عمليات الحفر والتنقيب. ومن نشرة الكهرباء اليومية أعلنت الشركة أن مدة طرح الأحمال على الجناحين الغربي والجنوبي اليوم ستبلغ 4 ساعات، فيما ستتراوح بين 2 ساعتين و3 ساعات على الجناح الشرقي. حدث عرضي كما قالت شركة الكهرباء عاد بوضع الشبكة الكهربائية إلى نقطة الصفر بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء التي يعمل موظفوها ليلا ونهارا لصيانة الوحدات وتخفيف ساعات الطرح، إنجاز تحقق منذ مطلع العام بتقليص ساعات طرح الأحمال حتى تصل إلى الصفر من عدد الساعات، في حين تراوحت في مناطق من البلاد ما دون الساعة يوميا في ظل ظروف خارج سيطرة الشركة. لكن خلال اليومين الأخيرين عادت مشكلة طرح الأحمال لتتراوح ما بين 3 ساعات كحد أدنى و5 ساعات كحد أقصى. مدير إدارة الأعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري عزى ذلك في تصريح خاص به صحيفة صدى إلى الخروج المفاجئ لوحدتي التوليد الغازيتين الأولى والسادسة ووحدتي التوليد البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة الزاوية، مؤكدا أن العمل جار على إعادة كل الوحدات للخدمة لتعود ساعات طرح الأحمال لمعدلاتها الطبيعية خلال الأيام القادمة. كما كشفت شركة الكهرباء عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط بئر العالم وسرقة أسلاك تقدر بطول 950 مترا، ما تسبب في انقطاع التغذية عن نحو 20 محولا بدائرة توزيع الحي الصناعي. كما أشارت الشركة إلى اعتداءات أخرى طالت خط إتيم وسرقة أسلاك بطول 1400 متر، مما أدى إلى فقدان التغذية لعدد كبير من المحولات بدائرة توزيع صبراتة.
وفي رصدنا لحركة المنافذ البحرية والبرية في البلاد، أعلن ميناء بنغازي البحري اليوم دخول 4 سفن تجارية محملة ببضائع وسلع مختلفة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية. هذا وأكد المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي دخول عدد من السفن التجارية إلى الميناء محملة بحاويات بضائع وسلع متنوعة. إلى ذلك، أجرى رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية التابع لوزارة المواصلات الطاهر المحمودي زيارة ميدانية إلى معبر وازن الحدودي رفقة مدير مركز التشغيل بالمعبر. الزيارة تهدف لمتابعة احتياجات المشروع الذي تم تنفيذه من قبل الشركة المكلفة بإنشاء ساحات وحدائق ومسطحات خضراء ودورات مياه في أقل من 3 أشهر بهدف الإسراع في تحقيق التنمية والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطنين. من جهتها، ناقشت لجنة تجارة السلع بالمنطقة الحرة القارية الإفريقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة سبل تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، كما تناول الاجتماع آليات انسياب السلع عبر كافة المنافذ وكيفية توزيع المهام على اللجان الفرعية التي سيتم إنشاؤها وفق مجالات واختصاصات محددة لتسهم في إنجاز أعمالها حسب المدة الزمنية المطلوبة. والآن إلى جولة سريعة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية، وكذلك أسعار الذهب بحسب السوق الموازي لهذا اليوم. في بداية مع أسعار العملات، الدولار الأمريكي سجل اليوم في سعر الشراء 5 دينار وقرش واحد، وسعر البيع سجل 5 دينار و4 قروش. أما اليورو فعند الشراء اليوم 5 دينار و82 قرش، وسعر البيع 5 دينار و85 قرش. أما الجنيه استرليني فسعر الشراء 6 دينار و75 قرش، بينما أغلق سعر البيع على 6 دينار و78 قرش. الدينار التونسي سجل عند الشراء 1.85 دينار، بينما سعر البيع أقفل على 1.88 دينار. الجنيه المصري 29 قرش للشراء و32 قرش هو سعر البيع عند الإقفال لهذا اليوم. الليرة التركية سجلت عند الشراء 61 قرش وأيضا عند البيع 64 قرش. الدينار الأردني سجل عند الشراء 7 دينار و10 قروش وأقفل على 7 دينار و13 قرش. إذن جولة في عالم الذهب والسوق المحلي حسب أسعار السوق الموازية أيضا، حيث سجل الذهب مسبوك عيار 18 206 دينار، بينما سجل مسبوك عيار 24 274.5 دينار. كسر الذهب كسر اللي هو عيار 18 سجل 203 دينار، بينما سجل كسر عيار 21 236 دينار. أما الذهب الخارجي أو ما يعرف بخارجي عيار 18 فسجل اليوم 280 دينار. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الأسعار نختتم جولتنا الاقتصادية، ولكن جولتنا مع عالم الأخبار مستمرة صحبة الزميلة فاتن اللامي. إليك فاتن. شكرا لك محمد. شكرا. شكرا. أما في المرج فنظم مركز فكرة للإبداع حفلا لإشهار نشاطاته الفكرية والمجتمعية في المدينة بمشاركة واسعة من القيادات المجتمعية، إضافة إلى أعضاء من السلطة المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة والعامة بالمرج. نتابع هذا التقرير. مركز فكرة للإبداع مؤسسة المجتمع المدني غير الحكومية التي يتولى إدارتها الشاعر صالح بومخطاضة قرر أخيرا إشهار نشاطاته الفكرية والمجتمعية في مدينة المرج، والتي تتمثل في دعم المواهب المختلفة كالرسم والكتابة والشعر والنثر لطلاب المدارس، إضافة إلى تنقية بحوث التخرج وإقامة دورات تدريبية متنوعة لطلاب الجامعات.
وعليه إقام حفلا أعلن فيه عن نشاطات المركز جاهدا في تسهيل فتح باب العضوية والانتساب بمشاركة واسعة من القيادات المجتمعية، إضافة إلى أعضاء من السلطة المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة والعامة بالمرج. اليوم كنا في حفل إشهار مركز فكرة. طبعا باختصار، مركز فكرة هو من عنوانه مركز فكرة للإبداع، أنه يهتم بكل ما له علاقة بالإبداع من مواهب، سواء كانت لدى الطلاب في مجال الكتابة شعرا ونثرا، الرسم، هذا فيما يتعلق بطلاب المدارس. لنا أيضا أهداف أخرى مع طلاب الجامعات فيما يتعلق بتنقيح وتنقية بحوث التخرج. حبيت فكرة المركز والافتتاح وقررت أن أشارك فيه لأن فكرة المركز حلوة، لأن مواهبنا وقدراتنا، ونوجه رسالة لكل من جيلي، يعني المركز هذا يعني مركز تعليم، مركز ينمي قدراتنا ومواهبنا وثقتنا. المركز الذي أقيم حفل إشهاره في كلية الآداب والعلوم يهدف بحسب القائمين عليه إلى تدريب الكوادر على أسس علمية وتطوير مهاراتهم ومواكبة التقدم في شتى المجالات، إلى جانب تقديم الدعم المعرفي للمنتسبين إليه في سبيل إدماجهم بسوق العمل، علاوة على ربط العلاقات وتوثيقها بالجهات المهتمة بهذا الشأن. الثامنة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. سوهاج والسويس من القاهرة إلى العالم، والفساد يطول، لقاحات كورونا. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تعديل في العدد الحقيقي لضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع الجمعة، وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحفي، قالت إن هناك حالات في حادث قطاري سوهاج أبلغ الأهالي عن وفاتها، وتبين بعد الفحص أنها حالات غيبوية أو غيبوبة ما أدى إلى تعديل إحصاءات أعداد الضحايا إلى 19 وفاة والإصابات إلى 185. جاء ذلك في وقت تواجه في القاهرة مشكلة جنوح باخرة في قناة السويس، حيث أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للجهود المصرية من أجل عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة العملاقة في القناة. وعبر البرلمان عن ثقته في جميع الإجراءات التي تتخذها مصر والإمكانات المتوفرة لديها وقدرتها على مواجهة هذا الحدث الاستثنائي وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس بصفتها ممرا تجاريا يهم العالم كله. في ملف كورونا، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته ستمضي قدما في طريقها إلى رفع قيود الإغلاق على مراحل وإعادة فتح الاقتصاد بعد النجاح الذي حققته في برنامج التطعيم ضد كورونا. وقال جونسون أمام أعضاء حزب المحافظين اليوم إنه لا يرى في البيانات شيئا يثني الحكومة عن الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق صوب الحرية وإعادة فتح الاقتصاد والعودة إلى الحياة الطبيعية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه نحو 180 دولة عضوا بالأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة وعبر الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان عن قلق عميق من آلية غير عادلة في توزيع اللقاحات على جميع أنحاء العالم سواء بين البلدان أو داخلها. وأكد الموقعون على الإعلان الحاجة إلى تضامن دولي لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي. من جانبها أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل على لقاحات كورونا. جاء ذلك بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية عن تلقيهم عروضا مشبوهة لتزويد باللقاحات، محذرة من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات الفارغة وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت. ختام الثامنة إلى العناوين. ملتقى الحوار السياسي يدعو إلى عدم اكتراث لمحاولة تأجيل الانتخابات، وكوبيتش يؤكد ضرورة إجرائها في موعدها. كوبيتش يشيد بتوحد الموقف الأوروبي تجاه ليبيا ويلتقي حفتر في الرجمة. تمديد صلاحية عملية إيران في المتوسط وبنود جديدة للتعامل مع المواد المصادرة. أما إصابة كورونا فهي في تزايد ومناقشات لعودة الدراسة وسط إجراءات احترازية. إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.